البدايات دائما تحمل أمل جديد. منظومة النقل الذكي في مصر تبدأ من اليوم. أول قطار كهربائي خفيف يمثل باكورة وسائل النقل الجماعي للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة. تحالف الشركات الوطنية التي كان لها دور مهم في تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى بعض الشركات والخبرات الأجنبية، وهي مؤسسة وطنية تعمل منذ أكثر من 85 عاما في مجال مشروعات التنمية ومشروعات البناء التحتية وكذلك مشروعات الطاقة الخضراء، وكذلك ما زالت تسهم في المشروعات الخاصة بالتنمية الشاملة، المشروعات العملاقة الضخمة في مصر، هي شركة حسن علام القابضة. معي في هذا اللقاء السيد المهندس محمد الدهشوري، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. احنا الحقيقة سعداء ان احنا شاركنا في مشروع الـ LRT، وزي ما حضرتك قلتي ده طفرة جديدة في وسائل النقل الذكية الحديثة، وده مش غريب على مصر من سنة 2014، والحقيقة في كافة المجالات في النقل والصناعة والبنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة. الحقيقة احنا يعني شفنا وساهمنا في أكتر من مشروع خلانا كلنا يعني بنزداد فخر، وحتى كل العاملين في الشركة بيزدادوا فخر بالمساهمة بتاعت شركة حسن علام في المشاريع القومية الكبيرة. باشمهندس، دوركم في هذا المشروع، حجم العمالة اللي شاركت وكم استغرق الوقت، يعني كم عدد ساعات العمل اللي استغرقتكم من حضراتكم لإنفاذ هذه الأعمال؟ حضرتك احنا مشاركتنا في المشروع فيها لثلاث اتجاهات. اول جزء هو محطات، احنا شاركنا او انشأنا ثلاث محطات، محطة مطار العاصمة ومحطة حدائق العاصمة ومحطة مدينة الثقافة والفنون اللي في العاصمة، واحنا بنشرف ان دي بالتشغيل التجريبي لمحطة الثقافة والفنون دي تبقى اول وسيلة نقل توصل للعاصمة الإدارية الجديدة اللي هي فخر لكل المصريين، واللي إن شاء الله بإذن الله بتنقل مصر نقلة حضارية مختلفة جدا. بالنسبة لعدد العمالة، عدد العمالة اللي شارك في المشروع دوت بيزيد عن 6000 عامل، في والحقيقة اشتغلوا يعني ليل ونهار بالتنسيق مع الاستشاريين ومع كل الشركات، لأن احنا حضرتك دورنا لازم يبقى في تنسيق مع كل الشركات ومع هيئة الأنفاق علشان كل حاجة تطلع مظبوطة وفي الآخر خالص المشروع يطلع بالشكل اللي طلع بيه الحمد لله. هل كان في معوقات أو صعوبات واجهت حضراتكم في تنفيذ المشروع؟ الحقيقة زي أي مشروع بيبقى فيه بعض الصعوبات، ولكن الحقيقة بالتعاون مع وزارة النقل ومع الاستشاريين اللي موجودين ما كانش في حاجة بتستنى أكتر من يوم، والحقيقة هي دي ده أسلوب الحكومة دلوقتي إن هم ما بيسيبوش المشاكل تتفاقم إطلاقا، يعني أي حاجة بيبقى فيه متابعة لصيقة وأي مشكلة بتتحل في أسرع ما يمكن يعني. طيب باشمهندس، يعني وجودكم في تحالف وطني كشركات عاملة في مجال الإنشاءات والمقاولات العاملة أي مدى بيمثل إضافة ليكم ولخبراتكم؟ الحقيقة الشركة زي ما حضرتك قلتي هي بتعمل من 85 سنة في مجال البنية التحتية وفي مشاريع عملاقة في مصر، ولكن الحقيقة الفترة الأخيرة بقى فيه تحالفات كتيرة جدا جدا الدولة كانت بتحث عليها ما بيننا وما بين الشركات الوطنية زي شركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم وشركة بتروجيت وشركة كونكورد وشركات تانية كتيرة جدا. الحقيقة ديت كانت تضيف لنا لأن ده بيبقى نقل للخبرات ما بين الشركات، كل شركة بتبقى متميزة في جزء معين، ولكن بعد ما المشاريع بتخلص الحقيقة يعني تقريبا الخبرات بتتوزع على كل الناس. احنا كنا أول مرة نشارك في مشاريع معقدة مع وزارة النقل زي المشروع مترو الخط الرابع اللي بأول تحالف وطني، ومشروع الـ LRT ومشروع القطر السريع، فطبعا مع التحالفات ومع تعقيد المشاريع ديت طبعا بيبقى فيه استفادة كبيرة جدا للعاملين وللشركة نفسها.
في النهاية بشكر حضرتك المهندس محمد الدشوري المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله بإذن الله يعني نلتقي تاني في مشاريع أخرى، وإن شاء الله قريب برضو يعني يبقى في افتتاح لمشروع اللي احنا شايفينه أنه هو من أكبر المشاريع القومية دلوقتي في لتنمية كل قرى مصر في حياة كريمة، واللي احنا بنشارك فيه في أكتر من 6 محافظات، والحقيقة دوت برضو هيبقى نقلة أخرى في للشعب المصري بالكامل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فندم، التوفيق.